اهلا وسهلا بيكم، معاكم مارك كامل. النهارده هنعمل فيديو عن ازاي ترابل شوت ال SSL VPN ريموت اكسس، ونشوف ايه اهم الحاجات اللي ممكن نتشيك عليها عشان نتاكد ان الكونكشن بتاعتنا. اول حاجه ان انا عندي هنا الكنترول سنتر، اتاكد في الادمنستريشن في الديفايس اكسس ان اليوزر بورتال متاح لليوزر من الوان كونكشن، دي اهم حاجه. بعد كده اجي في الادمن سيتنج واتاكد من اليوزر بورتال ايه الديفولت بتاعي، بيبقى 443، لكن لو ده متعارض مع اي حاجه تانية او انا مغيرها فاتاكد الاول ان اليوزر يقدر ياكسس الديفايس بتاعه او الديفايس بتاعي من الوان كونكشن. اتاكد من السيرتيفيكت المستخدمه في الفي بي ان كونكشن، ودي من هنا. اتاكد هنا الفي بي ان اي الاس اس ال سيرفر سيرتيفيكت. الديفولت الجهاز بيبقى مستخدم الابلاينس سيرتيفيكت، لكن لو انا مكريت سيلف ساين ان سيرتيفيكت اتاكد ايه هي اللي انا مستخدمها. طيب دي اتاكد برضو اشوفها منين، لو جيت هنا سيرتيفيكت دي بتبقى موجوده، وهلاقي ان هي الفيريفيكيشن بتاعها الفاليد لغايه 31/12/2036. طيب هل انا ممكن اكريت في بي ان سيلف ساين ان؟ ممكن اجيب هنا اد وجنريت سيلف ساين ان واتاكد من الاسم بتاعها وطبعا الفيريفيكيشن بتاعتها، لان ممكن تكون فاليد لسنه واحده واكسبايرد عندي. طيب اغيرها ازاي؟ من هنا وبغير التاريخ بتاعي والنيم، ودي اللي بستخدمها في الجي بي ان. بعد كده اتاكد من اللوج فيور، اجيب اد فلتر وهنا اختار لوج واقول SSL VPN واقول له اد فلتر. حاجة تانية اتأكد منها ان انا عندي لو دخلت على الكونسول بختار 4 وروح بختار tcpdump بورت 8443، وده الديفولت بورت بتاع ال VPN. هنا بتأكد ان انا في كونكشن شغال عندي والاوت بتاعها جايلي على الاي بي ادرس البابليك بتاعي، معناه ان كده الكونكشن شغالة. طيب انا لو جيت هنا برضو، لو انا غيرت البورت بتاعي في الفي بي ان سيتنج في الاس اس ال في بي ان، الاقي هنا ان انا البورت بتاعي الديفولت 8443. طبعا لو غيرته بتاكد واكتب الكوماند بتاعي بالبورت الجديد بتاعي، هنا مفيش ايشو في اللوج بتاعي. طيب في بعد كده اللوج من الادفانسد شيل، هنا اخرج واختار 5 ونختار اوبشن 3 ونيجي نكتب تيل ماش اف لونج. هنا دي كل اللوجات بتاعتي بيجيب لي فيها الاوثنتيكيشن، وهنا بيجيب لي اليوزر اللي عامل اللوجن دلوقتي حاليا مين، والاوثنتيكيشن ميثود ايه، وكمان جاي لي من اني بابليك اي بي ادرس. بعد كده اتاكدت من كل دول، لسه اليوزر مش بيعمل لوجن، اجي هنا في الاوثنتيكيشن ميثود الاول، اجي في السيرفيس اتاكد من الاوثنتيكيشن ميثود لل اس اس ال في بي ان، هل انا مختار لوكال والدومين بتاعي ولا مختار لوكال بس. طيب اليوزر بتاعي انا هنا بكريت اكونت اسمي، اتاكد ان هو ايه الريموت اكسس
تحت الـ VPN Policy Remote Access Profile بتاعه. حاجة تانية كمان نتأكد منها إن ما يكونش معمول له MAC Address Binding. كمان أتأكد هو يقدر يعمل لوجن كام مرة في نفس الوقت، هل هي ليميتد لمرة واحدة، فبالتالي لو هو لوجن من جوه النتورك مش هيقدر يلوجن من الريموت، أو عدد السيشن قد إيه اليوزر عمل لوجن وكل حاجة. أتأكد إن في ترافيك من البولسي بتاعتي، أتأكد إن في ترافيك من الـ VPN تولان، واشوف الرول اللي بتحكمها ايه، اتاكد ان في ترافيك ولا لا. طيب بعد كده اجي في الفي بي ان نفسها، في الريموت يوزر حسب البروفايل اللي انا مكريته لليوزرز اللي عندي، مثلا اتاكد من هنا مين اليوزرز اللي جوه البروفايل دوت. طيب بعد كده هما الناس دي ايه الريسورسز اللي هيأكسسوها لوكال، هل هي نتورك كاملة ولا سيرفرات معينة. بعد كده ارجع تاني للكونسول لو انا عايز اتأكد ان كل ده تمام، بختار اوبشن 4 وبعمل دروب باكت كابتشر للبورت 8443 ده في حالة الديفولت بتاعي. اشوف في اي ايشو عندي في الباكج، في بيحصل لها دروب ولا لا. انا هنا ما بيحصلش عندي كونكشن دروب. طيب بعد كده عندي اتاكد ان ال في بي ان نفسها ان ما يكونش حاطط في الريسورسز هنا البابليك اي بي ادرس او الوان كونكشن بتاعتي اللي بيكونكت عليها الفي بي ان، لان ده بيحصل في بعض الاحيان ان هو يوقع الكونكشن. طيب اتاكد من اللوج بتاع اليوزر. اخر حاجه خالص لو هي في الايشو بتاعتي لسه مستمره، ألوجن وداونلود الكلاينت تاني وسطبه من جديد. هنسيب كل الكومنت اللي احنا عملناها في الفيديو تحت بحيث لو حبيتوا ان انتوا تراجعوها، واي اسئلة انا معاكم، واتمنى اكون ساعدتكم في الفيديو ده.